أهلا أحبتي، اليوم سنستمع لحكاية جديدة عنوانها بين نحلة وذبابة. كانت ذبابة تبحث عن غذاء، ذهبت إلى مزبلة ثم غادرتها، ودخلت ظهرا إلى مطبخ منزل فوجدت صرصورا داخله. قال لها: مرحبا بالضيفة العزيزة، هنا أغذية لذيذة. نسي أصحاب المنزل غطاءها، خذي ما تشتهين. أكلت الذبابة والصرصور حتى شبعا. غنى الصرصور ورقصت الذبابة فرحا. فجأة داخ الصرصور وانقلب على ظهره. قالت له الذبابة: انهض، هل ترقص معي؟ لا، أنا لا أستطيع، فقد أصابتني رشة مبيد للحشرات. فزعت الذبابة وفرت من النافذة. كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الأزهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلا لذيذا. وفي طريق رجوعها إلى خليتها، رأت الذبابة تخبط من الألم. اقتربت منها وسألتها: ما بك؟ أجابتها بصوت مختنق: كنت أنا وصديق الصرصور نتنقل داخل مطبخ بين أغذية وفواكه لذيذة وخضرة طازجة، فأصابتنا رشة من مبيد الحشرات، فمات الصرصور، ففزعت وهربت بصعوبة، وأنا الآن أحس بوجع شديد، أنقذيني. قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الذبابة وقالت: هذا رحيق فيه شفاء لك، ابلعيه وانتظري قليلا وستشفين. رأت فراشة ظريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها: اتركيها، إنها ذبابة قذرة تؤذي الناس، لا تسعفيها، فهي تنقل الجراثيم والميكروبات من المزابل إلى الأطعمة، فيمرض الأطفال بسببها، فإنها لا تستحق المساعدة. ردت النحلة: سأعالجها لعلها تبتعد عن القاذورات.